دي المدرب خالد حسن، مدرب حراس المرمى، وصابر سنادة إداري الفريق، كما ضم الجهاز الفني لفريق مواليد 2001 كل من أحمد سراج مدير فني، وزكريا حسين مدرب، وممدوح عبيد مدرب، وتامر دسوقي مدرب حراس، ومحمد راشد إداري الفريق. ضم الجهاز الفني لفريق 2002 كل من ياسر ريان مدير فني، وأسامة زكي مدرب، وأشرف طلبة مدرب حراس، وأيمن أبو العلا إداري. وضم جهاز مواليد 2003 كل من عادل مصطفى مدير فني، ومحمد سمارة مدرب عام، ومحمد أحمد ماهر مدرب، وبهاء جمال مدرب حراس، وسعيد فتحي إداري. كما ضم فريق 2004 أو مواليد 2004 كل من أمين عرابي مدير فني، ومعتز إينو مدرب، وأنور وجدي مدرب حراس مرمى، وشريف خليل إداري. وشهد تشكيل فرق البراعم كل من جمال السيد زي ما قلت لحضراتكم مساعد القطاع لفرق البراعم 2005 و2006، تامر حفني مساعد مدير القطاع لفرق البراعم 2007 2008 و2009، محمد سعد مدرب عام لفريق مواليد 2005، وأحمد جمال مدرب لفريق مواليد 2005، أحمد سمير مدرب لمواليد 2006، محمد سعد الصغير 2006 مدرب أيضا، ومحمد عبد العزيز مدرب عام 2007، وشريف عبد الفضيل مدرب عام 2007، وعصام صلاح مدرب عام 2008، وعبد الله فاروق مدرب 2008، وحمادة يونس مدرب 2009، وحسين شكري مدرب للفريق. وكل من محمد فتوح وعلي خليل وياسر مصطفى مدربون لحراس مرمى 2005 و6 و7 و8 و9، وكل من احمد فؤاد وسيد حجاج ومحمد فتحي اداري لفريق البراعم. دي الاجهزه الفنيه، واكيد معاهم طبعا التشكيله الطبيه. طيب معايا كابتن فتحي مبروك نجم النادي الاهلي والنجم الكبير ومدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي. كابتن فتحي اهلا بحضرتك. الو. النادي الاهلي وكل مشاهدي قناه الاهلي بخير. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. متتابع كابتن ربنا. يعني انا شخصيا بسعد بلقائك سواء يعني لايف قدامي او حتى من خلال الهاتف. يا احنا حبايب ابو الكباتن، ما يهمكش اي حته، انا ما يهمكش حبيبي يا كابتن، انا عارف تليفونيا اي كل انت حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. ناس حبايبي كلهم والله يا كابتن. ربنا يخليك يا رب. مسؤوليه كبيره على حضرتك ودايما بتكون قد المسؤوليه يا كابتن فتحي. والله يا كابتن عبد الحميد، انا ابن النادي الاهلي، وانا عشق للنادي الاهلي، وتربيت في النادي الاهلي، وده مش كلام، لا ده فعلا حقيقه، وانا متواجد كل يوم في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي ما بيكلفني بحاجه، انا فعلا ببقى ادى هذه المسؤوليه، وعشق للنادي الاهلي دائما ببذل مجهود كبير 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 عشان يبقى في نجاح في ان شاء الله في مهمه فتح مبروك الجديده ان شاء الله. يعني اكيد يا كابتن، حضرتك دايما بتكون زي ما قلت حضرتك قد المسؤوليه، ودايما بتكون او بتحقق نجاحات في اي مكان حضرتك فيه. يعني طمني الاول على القطاع بشكل عام يا كابتن فتحي، وقول لي استراتيجيه الكابتن فتحي مبروك شخصيا للقطاع في الفترة الجديدة هتبقى ايه؟ والله بص يا كابتن حميد، انا عندي اهداف ان شاء الله، يمكن بحاول بقدر الامكان ان شاء الله، بس مع الاجهزة الفنية ان شاء الله وكل الناس العاملين في هذا القطاع. ويمكن انا بس يمكن بداية الحديث بشكر طبعا الدكتور عمرو ابو المجد، يمكن كان موجود كبير جدا جدا أكيد. في القطاع السنة اللي فاتت، وبشكره وبشكر الاجهزة الفنية اللي اشتغلت، واحنا بنكمل كلنا في بعض يعني الحمد لله. وانا أكيد. يمكن اهداف من عندي، يمكن هدف كبير قوي ارقى يمكن من ان اللي الناس بتتخيله او الناس بتتصوره، ان انا مجرد ان انا احصل على بطوله، لا انا عايز قطاع الناشئين في النادي الاهلي يعود ان قطاع قوي، يعود ان قطاع دائما عنده مواهب، دائما يبقى عنده النهارده ناس امتدادا للدرجه الاولى ان شاء الله، ودائما ان هو بيدي الدرجه الاولى لعيبه كويسه على قد المسؤوليه، واللعيب اللي بيبقى في قطاع الناشئين يبقى عارف اسلوبه الدرجه الاولى وتكتيك الدرجه الاولى وفكر الدرجه الاولى يعني ان شاء الله. دي حاجه جميله جدا. الهدف الثاني يمكن اللي بس عليه ان انا لازم احصل بطولات، لان برضو النادي الاهلي ما بيحصل بطولات على الساحه، بيبقى النادي في قطاع الناشئين كويس، وان شاء الله اتمنى من تحقيق الهدفين دول ان شاء الله في المرحله القادمه ان شاء الله. يعني كابتن فتحي، يعني نفسنا نشوف زي ما حضرتك بتقول كده، يعني انا هاكد على الجزئيه بتاعت حضرتك ان انت عايز تشوف شكل الاجهزه او الشكل الفني لقطاع الناشئين مقارب الى حد كبير لجهاز الكره بالفريق الاول. هو طبعا ما ده احنا بنقول ان احنا هدف، والهدف دايما بينصب لمصلحه الفريق الاول. يعني انا اتمنى من كل قلبي ان انا الاقي عندي في 99 وال2000 عناصر مبشره للدرجه الاولى، بحيث ان هي من بدري يبقى اللعيب بروميسنج ان شاء الله، يبقى اللعيب النهارده عارف امكانياته ونقط الضعف اللي فيه، ونحاول ننمي له بقدر الامكان المهارات اللي عنده او النقص اللي عنده، عشان لما يطلع الدرجه الاولى يبقى لعيب كامل، ما نبقاش النهارده اللعيب لسه لا ده لسه مش عارف ايه، لا يبقى كل هذه الامور اللعيب بيبقى طالع الدرجه الاولى كامل
من سواء من اسلوب لعبه وتكتيك لعبه ومهارات وكل هذه الامور، فانا دائما ان شاء الله بدعم الدرجه الاولى ان شاء الله. اكيد يا كابتن، يعني ممكن نشوف مثلا شكل البراعم هو نفس شكل الفريق الاول، نفس لعبهم، نفس الشكل العام بتاعهم، ولا الشكل في دماغ حضرتك هيبقى ازاي؟ لا دي كل، بص يا كابتن، والله كابتن حميد سبقتني في الحته دي. انا ان شاء الله ما اقعد مع الاجهزه الفنيه واجتمع مع الاجهزه الفنيه ان احنا لازم نتبع الدرجه الاولى بشتى الطرق، بالاسلوب، بالتكتيك، بالسلوكيات، باراده، بالروح، بالمواصفات اللي في الدرجه الاولى. لازم كل الفرق اللي عندي لازم تستمد كل شيء من الدرجه الاولى، وده اللي هنحاول ننميه ان شاء الله الفتره القادمه مع الاجهزه الفنيه ان شاء الله. حلو يا كابتن، يا رب يا رب ان شاء الله يبقى في نجاحات على ايديك، خصوصا في الجزئيه دي. هل في تليفونات تمت بين حضرتك وبين كالترون يا كابتن، عايز مثلا يشوف شكل القطاع، الفكر الفني؟ لا بالامانه لسه، لان هم طبعا الراجل مشغول والراجل طبعا طلع معسكر، وبنتمنى التوفيق والكابتن محمد يوسف وجهاز الفريق الاول، لان هم برضو عندهم مسؤوليات وعندهم شغل وابتدوا فتره اعداد، هم في اسكندريه، وان شاء الله بقى دي تبقى في متابعه ان شاء الله. واول ما بس انا ببتدي فتره الاعداد والمباراه الوديه لازم انا برضو من نفسي انا اللي هقول له يجي يشرفنا كده ويبص على العناصر، وخصوصا العناصر اللي ممكن تلعب درجه اولى دلوقتي، يعني 99 وال2000 انا شايف ان العناصر ان شاء الله تقدر تلعب درجه اولى يعني ان شاء الله. كابتن فتحي هسالك في جزئيه يعني ناس كتير قوي بتسال عليها، وهل هي الجزئيه صحيه ولا المفروض ان احنا نتعامل مع البراعم بطريقه احسن من كده؟ يعني بتشوف ماتشات مثلا للبراعم اللي هم لسه 8 سنين و9 سنين، لما بيخسروا الولاد بتجي لهم نوبه بكاء عاليه جدا، وازاي خسرنا؟ هل الموضوع ده صحي يا كابتن ولا المفروض الولد يبقى شكله ايه؟ لا هو بص، بترجع لعنصرين مهمين قوي، عنصر المدير الفني اللي بيقود فرقه البراعم بيبقى حاطط الولاد دي تحت ضغط. وانا بتكلم بصفه عامه مش على قطاع النادي الاهلي تحديدا يا كابتن. لا بيبقى حاطط الولد تحت ضغط. بالظبط. اضغط واجري ومش عارف ايه، بيخلي الولد نفسه متوتر، فما بيخسر تلاقي الولد بيطلع. الحاجه الثانيه ان لازم انمي في الولد الصغير ده ان انت لسه مش عايز ادخله في منافسات بدري. حلو قوي، الله الله. يعني مش عايز ادخله في منافسات بدري، لا انا اخليه يلعب ماتش زي اللي بيلعبوا مع اصدقائه واصحابه في المدرسه. جميل. مش ماتش النهارده واقع تحت ضغط منافسه، لان الصغير السن الصغير ما بيقع تحت ضغط منافسه، الولد نفسه بمرحله عصبيه غير عاديه. بالظبط بالظبط. ولكن كمان ده في حاجه ثالثه، الولد بقى حبه وانتمائه للناديه بيخليه برده من صغره عنده حته انه ما يخسرش، وفي لعيبه طبيعتها كده، في لعيبه طبيعته انه ما بيحبش يخسر، ودي بتبقى ميزه في لعيبه. ولكن زي ما قلت لك احنا بقدر الامكان برده هنحاول قدر الامكان ان نتلافى الحته دي، ان اللعيب يلعب للاستمتاع، استمتاع، يلعب ماتش فريندلي، يلعب ماتش ودي، يبقى النهارده هو وحتى الفرقه المنافسه يبقوا النهارده في شكل لائق لكره القدم المصريه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن، كل التوفيق وكل النجاحات لحضرتك، وحضرتك طبعا مش جديده على المكان، وحضرتك دايما بتكون قد المسؤوليه في اي مكان حضرتك فيه، كل التوفيق لحضرتك ان شاء الله في الفتره اللي جايه يا كابتن فتحي. ان شاء الله يا كابتن حميد، متشكر جدا جدا، وانا سعيد بهذا اللقاء وسعيد بالمداخله الجميله دي، واتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره القادمه. ان شاء الله باذن الله. كابتن فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ومسؤوليه كبيره جدا يا جماعه، اوعوا تستهونوا بقطاع الناشئين النادي الاهلي ده. مش عايز اقول لكم الاختبارات بتبقى عامله ازاي، وطبعا حضراتكم عارفين